السلام عليكم. والله هذا لا أدري هل هو أشعري أم جهمي أم معتزلي، على كل حال هو كافر بعينه، ومن يعترض علي على تكفيره عينا ونوعا فليتفضل نتناقش في موضوع تكفير العين وتكفير النوع. من السلفيين الأشاعرة أعرف أنهم يعني لا يعترفون بهذه الأشياء، لا تكفير نوع ولا تكفير معين ولا تكفير مثلث ولا تكفير مربع ولا تكفير دائرة. أما لكن الكلام هذا موجه يعني للسلفيين هنا، من يعترض على تكفير له نوعا وعينا فليتفضل نفتح نقاش ونحتكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في مسألة تكفير النوع وتكفير العين. وهذا الشخص المدعو محمد الأهبل وليس الأهدل، هذا كافر نوعا وعينا وشرقا وغربا. هذا شخص ينكر وجود صفات الله، قال لي لا يوجد شيء اسمه صفات لله، قال لي هذا هبت وهذا لا أصل له، وقال لي أتحداك أن تأتي بدليل من كتاب والسنة أو بكلام الصحابة يعني السلف أنهم يقولون أنه يوجد شيء اسمه صفات لله والإيمان بها. نشرته في فيديو سابق، فقلت له عندما أعطيته الدليل صدم لأنه جهل يجهل، يعني كما نقول نحل في تونس داخل سوق الذرات بدون مؤخرة، يعني ومع المثل الشعبي يعني يقول لك داخل سوق يعني الذرات بدون مؤخرة، لأن الإنسان يعني يطلق الريح من مؤخرته، وهذا داخل سوق الذرات بدون مؤخرة يعني داخل النقاش بدون علم. ويقول لي أنه أشعري، فلا أدري يعني هل يوجد أشعري سبقه لهذا الشيء. الأشاعرة مفوضة ومؤولة في صفة الله، وهو قال لي لا يوجد شيء اسمه صفة الله. عندما أعطيته الدليل صعق وصدم به، فماذا قال لي؟ قال لي أنا شافعي مفوض، بعد يعني أن كان يعني منكر لصفة الله ومنكر لشيء اسمه صفة الله أصبح بقدرة قادر شافعي مفوض. فقلت له طيب ما هو الشيء الذي تفوضه بما أنك يعني الآن لم تعد تنكر صفة الله، ما هو الشيء الذي تفوضه؟ قال لي التفويض. قال لي أنت ما معنى التفويض؟ قلت له أنا سألتك ما هو الشيء الذي تفوضه. قال لي أتحداك أن تأتي بمعنى التفويض. ثم جاءني بكلام للشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. قلت له يا شخص سؤالي لك هو ما هو الشيء الذي تفوضه بما أنك أنت تفوض، ما هو الشيء؟ في نفس الوقت قلت له تنكر شيء اسمه صفة الله وفي نفس الوقت تفوض، ما هو الشيء الذي تفوضه؟ قال لي أعطيني معنى التفويض. قلت يا شخص نحن لا نتكلم عن التفويض. فلما لم أعطيه معنى التفويض لأن ليس نقاشنا هذا، هو تهرب من السؤال لأنه تورط، لأنه في الأول يقول لا يوجد شيء اسمه صفات وبعدها قال لي أنا مفوض. ما تفوض إيش؟ الصفات تفوض البطاطا، تفوض يعني البقدونس، ماذا تفوض يا شخص؟ وبعدها ماذا قال لي عندما قلت له هنا يا عبد الله أنا لم أسألك عن معنى التفويض، إنما سؤالي واضح هو ما هو الشيء الذي تفوضه؟ قال لي هل تفهم عربي؟ وكأن العيب فيه، رمتني بدائها وانسلت. نقول له يعني هو يقول يعني يتكلم بضمير الجمع إما للعظمة أو للتواضع، نقول له كل ما تدعي أنه عقيدة أو صفات لله أنا أعتبره هبد لا أصل له. هنا يعني يقيم الحجة على نفسه مرة أخرى ويكرر ويعيد، مع أني أعطيته الدليل على وجود شيء اسمه صفات لله من حديث الرسول وهو في صحيح مسلم والبخاري، فقال لي كل ما تقول أنه عقيدة أو صفات لله أنا أعتبره هبد لا أصل له. إذن بما أنك تعتبر صفات الله يعني لفظ العقيدة أو لفظ صفات الله هبد لا أصل له، إذن ما هو الشيء الذي تفوضه يا أشعري يا أحمق؟ الأشعري يقولون نفوض معاني صفات الله، وأنت تنكر شيء اسمه صفة الله وتنكر شيء اسمه عقيدة ثم تقول لي أنك تفوض مؤخرتك، تفوض يعني إيش؟ ما هو الشيء الذي تفوضه؟
أمرك تفوز أمرك لله، مثل يعني مثل ما قال سيدنا موسى وأفوض أمري لله. ما هو الشيء الذي تفوضه؟ عجيب يعني، تنكر شيء اسمه صفات الله أو عقيدة ثم تقول لي تفوضه وتعتبره هبد. بما أنك تعتبره هبد ولا أصل له، لماذا تفوضه؟ قل لي أنكره واكتفي بقولك أنه هبد لا أصل له وأنك تنكره، لا تقول لي أنه هبد لا أصل له وليس موجود وتنكره ثم تقول لي أفوضه. عجيب أمرك، والله عجيب يعني، يعني هذا فات، يعني هذا فات الحماقة. أنت أكثر من أحمق، أنت فت يعني لو يوجد يعني شيء أقوى من الحماقة فهو أنت يعني في شخصك. سبحان الله.